ممكن اسال بس سيدنا الشيخ، اتفضلي. اهلا وسهلا. هو قراءة عدة ياسين حرام ولا حلال؟ الايه؟ عدة ياسين. عدة حاضر. ياسين، حاضر. ويعني من حكم اللي بيقبل فلوس من واحد يتيم واللي بيضرب واحد يتيم؟ يضرب يتيم وياخد فلوسه. حاضر، شكرا لك يا نادر. حاضر، كلام مهم. عدية ياسين ولا عدة ياسين؟ في ناس تقول لك دي سرها باتع، وفي يقولوا 7 مرات، وفي يقولوا 41 مرة. هات اللي عندك كله. أو أنا هقول لك أهو، 7 مرات، 41 مرة، وطبعا في الحديث الشريف ياسين لما قرئت له. تمام، اقرأوا ياسين على موتاكم. واقرأوا ياسين على موتاكم. إنما فكرة إنه يا جماعة تقري ياسين كذا مرة دي، وإنها يعني دي مجربة، والناس يقول لك اللي يعني ايه دي سرها باتع، فحضرتك رد لنا طب يا بقى. فندم، هرد بحديث واحد: خير الهدي هدي سيدنا محمد. مفيش حاجه في الاسلام ولا في الدين، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولم يرد لا من قريب ولا من بعيد، لا عن النبي ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن العلماء، مفيش حاجه في الدين اسمها عديه ياسين. انما ده ايه؟ ده ضحك على الناس، ده نصب، ده دجل. تيجي حد وخلص سطر للناس الطيبين يتسرق منها حاجه او ده انا يتخبط. شفت، ده انا سمعتها من خدي بالك، شيوخ ماليش ازهر دعوه، وعلماء انا ادل لله بهذا على راسي، هم حرين. يقول لك ما كنتش مقتنع بيها، لا 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 ولما جربتها، انا لا لا، سمعتها من شيخ استنيني فاضل، بس يا دكتور. ولما جربتها لقيت تاثيرها بص فظيع. يا فندم، فبيتجمعوا شويه ناس ها، ويقروها بطريقه معينه وياخدوا فلوس معينه، لا فده لا لا، انت ذهب. منا هما ده كلام بينصحوا. فاضي، ده لا كلام. لا، بص يا فندم، السؤال لما واحد: حضرتك، انا اقراها انا مع نفسي انا لوحدي في البيت. لا يجوز ولم يرد عن النبي، النبي ما قرأها، ولا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا علي ولا سيدنا عثمان، يكفي حسبنا الله. وسؤال هنا يا فندم: هو القرآن نزل، أنا هسأل وأنت تجوي، ها، نزل رحمة ولا عذاب؟ لا رحمة. هما بيقروا عدية كتاب إيه ياسين. يا فندم؟ كتاب إيه ده؟ كتاب رحمة، أيوة، كتاب شفاء. هما بيقروها عمر لو القرآن محتاجين ما حاجة نزل، حلوة مش حاجة عمر وحشة. قراءة القرآن ما هي عذاب على حد ما ولا حد، انتقام لحد. وفي القرآن نفسه خدي بالك بقى، هو هي بتتقري انتقام لحد؟ امال انتقام على لا حد؟ لا لا لا، هما بيقروها لو محتاجين حاجة، لا يا فندم، انت كده مش ابتهال، واخد بالك بقى. دعاء. لا يا فندم، ده بيقرا بيقول لك ايه: انا اتسرق مني كذا، وهقرا عديه ياسين على اللي سرقها. لا، وفي فرصه 3 ايام، ويقول لك ايه: ده انا قريت عديه ياسين، فلان ابنها مات، ده فلان عمل لا حادثه. ده كفر بقى غريب، لانه هو يعني كانه مثلا هو بيعمل حاجه ربنا قال في القران: وننزل من القران ما هو شفاء فلان مات. ورحمه. لا 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 لا، انا بتكلم ان احنا لو نقراها ابتهالا وتقربا عشان ماشي، ربنا يحقق لنا حاجه نفسنا فيها. في القرآن كله، اقرأ القرآن كله، اقرأ القرآن كله. إنما اللي ورد في ياسين، كل الأحاديث اللي واردة في ياسين لا تصح وضعيفة، إلا حديثين اتنين يا فندم. الحديث الأول: ياسين لما قرئت له. الحديث الثاني: اقرأوا ياسين على موتاكم. وعلى موتاكم إمتى يا فندم؟ فإنها تخفف السكرات، وقت سكرات الموت، الروح خرجت خلاص ما تقرأهاش، قضي الأمر. لأن القرآن للأحياء مش للأموات، لينذر من كان إيه؟ لينذر من كان حيا. إنما فيش حاجة اسمها عدة ياسين، ولا اقراها بكذا رقم، ولا اقراها كذا مره، ولا لها دعاء مخصوص، دعاء، ولا لها هيئه مخصوصه، ولا اجي عند ايات معينه واقعد اكرر. كل هذا كلام خبل وجدل، ما انزل الله به من سلطان، وضحك على الناس. ماشي، واللي يؤمن به يبقى ده يعني على خطر، اللي يؤمن بهذا الكلام ويعتقد فيه يبقى على خطر. انما نقرا القران كله تقربا وتبركا للانفتاح وللرزق وللبركه وللحسنات. طب حضرتك ماشي، مش بتؤمن بفكره ايه؟ ان فلان جرب حاجه، الطرق بقى، الطرق الصوفيه احنا والطرق. مش احسن من النبي. انا عارفه، انا عارفه، انا اخد من النبي ومن الصحابه. غير كده لو يعني قلت لي اعلم اهل الارض جرب، ماليش دعوه، هو حر. وربما جرب هو فكانت البركه، اجرب انا ما تجيش معايا، يمكن ما تجيش معايا انا، تيجي بالعكس. بس